وكان أول من ظهر بذلك حسين الكرابيسي الشافعي، قال قوام السنة، فبدعه أحمد فتوارد أئمة السنة على تبديعه. حسين الكرابيسي كان هو فقيه شافعي كبير، حتى قال بعضهم اعتبر بحسين الكرابيسي رجل آخر. هذا الرجل تكلم في أحمد فنزل، كان سيرتفع لأنه أتى بهذه البدعة، وذاك الرجل لم يأتي بدعة فارتفع. فكثير من رفعهم الله صدقون ليست بكثرة العلم، وإن كان العلم له دور كبير، وإنما بالسنة. فمن أراد رفعة عند الله قبل خلقه فليتمسك بالسنة وبعلم ويجاهد في نصرتها وبيانها ونشرها. وكلما كان الرجل أعلم وأكثر دفاعا عن السنة رفعه الله. ورفعنا لك ذكرك، رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تعلم أنه لما ظهر القول بأن القرى مخلوق، لما أظهر هذا المأمون وتبع من تبعه وابتلي أئمة الإسلام، ووقف الإمام محمد وقفته، اشتهر قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق، فقابلهم أهل السنة وأكثروا الكلام على هذه المسألة للغاية. هذه قاعدة عند أهل السنة، إذا انتشر منكر انتشر إنكاره، سواء كان عقديا أو شهوانيا، حتى لا يستقر المنكر. بل مما ذكر ابن تيمية في أوائل جواب الصحيح في مواضع كما في مجموع الفتاوى، أن الله إذا أراد إظهار الحق أظهر الباطل حتى يظهر الحق. قال في أول قول بعث النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت الجاهلية، ثم أظهر النبي صلى الله عليه وسلم. من حكمة الله يظهر الباطل لا لذاته وإنما لإظهار الحق. لذا يجب أن يقوم أهل السنة قومتهم في إظهار الحق. صدقوني لولا فتنة المعتصم والمأمون قبله ما أصبحت مسألة القرآن كلام غير مخلوق مسلم ومقرر عند أهل السنة بهذه القوة. فإنما نشط أهل السنة بيان الأدلة لما وقعت هذه الفتنة.